دي جيوش مش افراد ولا جماعات. لما يقف في سينا تدمير 7 اوقار وتدمير عربيتين رفع رباعي والقضاء على 26 تكفيريا، العثور على طائرة بدون طيار. هو مين اللي بيمد الناس دي؟ مين اللي بيمدهم بالسلاح والمال وبيحدد لهم الدروب اللي بيمشوا فيها والطرق اللي بيمشوا بيها؟ هي أقمار صناعية، هي أمريكا. أمريكا هي اللي بتحرك تركيا وبتحرك قطر. ده بخلاف بقى تدمير بعض الأنفاق والعثور على بعض الأسلحة الثقيلة والخفيفة وبعض الطلقات، ده بس في سيناء. طب لو هنيجي بقى في الاتجاه الغربي، تم القضاء على 26 تكفيريا وتدمير 28 سيارة، ده بخلاف اللي قامت به الشرطة المصرية من التحفظ على 26 سيارة و52 دراجة وقتل 26 تكفيريا. احنا بنقول ان شاء الله بنهاية شهر 12/2018 سيتم الغاء العملية الشاملة وانتصار مصر على الارهاب واعلان سيناء خالية من الارهاب. معانا سيادة اللواء مجدي بسيوني مساعد وزير